السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. يوم 27 حزيران من عام 1982 استيقظ أهالي هذه المنطقة على أصوات مزعجة طائفية عنصرية ظالمة، استخدموا بيها البلدوزرات والجرافات وقتلة البساتين اللي تعبوا عليها لمئات السنوات. منطقة معروفة بإنتاجها الزراعي وخاصة الفواكه العنب والحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية، ولكن بعد هذه الكارثة أبناء هذه المناطق استمروا بالزراعة، استمروا بالتعب، ورجعت البساتين كما كانت. بعد عام 2003 النظام استخدم الوحشية بقتل المزارع والبساتين، أعدم بسبب تلك القضية، لأن استخدمت أول قضية في المحكمة العراقية المعروفة. في عام 2014 أيضا هذه المناطق أو هذه المنطقة كانت خط صد أمام العصابات الداعشية، والعصابات الإرهابية استخدمت أنواع الأسلحة والعبوات. هذه المزرعة والبستان كان مليء بالعبوات، حتى أطفال استشهدوا هنا، ولكن كانوا أبطال، يد تقاتل ويد تزرع، واستمرت الحياة واستمرت البساتين واستمر الإنتاج الزراعي، وبقت هذه المنطقة مع المناطق القريبة هي من أكبر وأهم المناطق بإنتاج خاصة العنب بكافة أنواعه. أتوقع عرفتوا المنطقة، منطقة الدجيل المناضلة والمجاهدة والبطلة اللي ضحت ياما ضحت سنوات طويلة. للأسف هذه الأيام دتعان مثل ما دتعان المناطق الزراعة من شحة المياه وارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وغيرها من الأمور. يا رب إن شاء الله حلقة تكون ممتعة، ننصف بيها أهالي الأبطال، أهالي الدجيل المناضلين والشجعان. يا رب حلقة جميلة، وكادر برنامج أرض السواد فرحان لأن بين أهلنا. ابقوا ويانا وحلقة ممتعة. طبعاً نرحب بالشيخ كاظم الخزرجي أحد وجهاء قضاء الدجيل. أهلاً وسهلاً بكم. الله يحفظك، الله يخليك. طبعاً جيناكم قبل سنتين. إحنا بالبداية نرحب بقناة الأيام اللي جاءت تنقل معاناة ومأساة الفلاح العراقي. نعم. خصوصاً في محافظة صلاح الدين. إحنا بخدمة. فإحنا تحية لكم والكادر العمل، خصوصاً الأستاذ ظفر وكل الأخوة العاملين. الله يحفظك. لأن إحنا في الحقيقة لمسنا من عندكم إنه جيتونا قبل سنتين. ونقلت واقع الحال الزراعي في المحافظة خصوصاً قضاء الدجيل. طبعاً أهلاً وسهلاً بكم شيخ كاظم، إحنا كل التحية والحب لكم. أهلاً وسهلاً. وقناة الأيام برنامج أرض السواد داعم مستمر لكم. بارك الله بكم. وخلال مثل ما قلت سنتين أو أكثر من سنتين إحنا مستمرين. جهودكم مباركة إن شاء الله. بس يعني شفنا فد شيء واقع سلبي، يعني قبل سنتين أيضاً كانت عندكم مناشدات. نعم. بال2020 بالضبط شهر السابع جيناكم، واليوم احنا بشهر السابع. يا اهلا وسهلا. 2022 حياكم الله. الله يحفظك. قبل سنتين افضل من هالسنه. يعني الصراحه احنا خلينا نقول هناك يعني محافظة صلاح الدين خصوصا قضاء الدجيل بعض الصعوبات اللي دا يعاني من ادها المزارع او الفلاح العراقي، يعني حقيقه كثره الاوبئه، كثره الامراض اللي تصيب المحاصيل الزراعيه. إذا تجي مثلا أسأل محصول العنب، يعني مرض زغبي، فطري، قطني، حشري، يعني السبب الأخير لاحظنا أنه أكو في مناطق موجودة بالقضاء
انه هاي الحشره السكادة الامريكيه اللي نعم. تاثر تاثير مباشر على على الجذر الساق العنب. زين هاي منين اجت هالحشره؟ يعني هذه يقال انه بالفتره السابقه ايام الاحتلال وجدها المحتل الامريكي، وجدها انه وجدت هذه بعض بعض البساتين اللي كانت قريبه من القاعده الامريكيه، قاعده البكر الجويه، حاليا يسموها قاعده بلد، بس هي بالاساس هي قاعده البكر الجويه. فهاي المزارع انه كانت تنقل ذيك الايام شاتكو فتره مقاومه ضد المحتل. نعم. فقالوا لهم يابا انتم هاي البساتين دا تاثر علينا تاثير مباشر، اخر شيء انه يابا بيعوا لنا هالبساتين انطونا هالبساتين، فما قبلوا. فجابوا لهم هاي الحشره وجدت انه تاثر على شو اسمها الحشره؟ اسكاده. الاسكاده. الاسكاده الامريكيه. هاي ظهرت بعد 2003. نعم. كنا نعرفها. يعني كنا ما كنا نعرفها. فهاي شو سوى هاي بالضبط؟ هاي تدخل على الجذر، تدخل على الجذر. هي في الحقيقة هي لفترة سبات يعني بالتربة أكثر من 6 أشهر أو سنة أو كذا، بعدين تظهر على شكل يرقات تدخل بالساق وبالجذر وتأثر بتأثير مباشر على المحصول العنب. كإنتاجية تقلله. أكيد هاي من طب الجذر تكتلة، يعني تكتلة تموته. تموته. وهاي قسم قلت لك من المعاناة، أما إذا تجي الأمراض الزغبي والفطري والحشري يعني منتشرة. بالإضافة إلى ذلك أنه اليوم الفلاح العراقي يكون عنده معاناة شديدة، يعني معقولة أنه وزارة الزراعة توفر الكل فلاح الكل دونه كيلو كيلو مال كيمياء ثلاث كيلو كيمياء حتى ما تحصل يعني. الحقيقة أنه تجي المكاتب اللي تجي لوزارة الزراعة أو تجي مثلا للدائرة المختصة يقول لك يابا أنا كثرة الفلاحين اللي عندي ما أقدر أجهز لك هاي الكمية اللي موجودة مثلا مثبتة وفق الوزارة اللي ما ثبتت. فبالتالي انه شو حصل الفلاح هذا اذا راح يعني مصاريف تحميل مصاريف نقل تروح انه بالشمس تنصلب علشان تقدم لك على كيلو كيلو تحصل لك على كل دونم. شيخ كاظم ما راح تغطي ما راح تغطي يعني هاي. انا اليوم حتى ابين للمشاهد ليش ب 2020 قبل سنتين ما اتكلم انا عن عشرات السنوات. نعم. ليش كان المحصول افضل؟ صح كانت اكو معاناه بس افضل من الان. شكو ب 2020 يعني اكو كان دعم حكومي ولو بسيط ولو بسيط، يعني مثلا الكيماوي كان متوفر يعني حتى بالاسواق من تروح مثلا تلقى الوزنه خلينا نقول ب 25، هسه اذا طن بمليون مليون و200 مين يجيب الفلاح؟ يعني هذه المصاريف ما راح يسد. هسه اذا تجي اغلب المزارعين العراقيين خصوصا اللي يزرعون محصول الطماطم محصول الخيار من تجي عليه يقول لك عمي والله انا مديون الا لو المكتب الزراعي او المكتب الزراعي اقل شيء اذا ينطي مثلا على هيومك على على منشط على مجذر على 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 من تجي عليه هذا مطلوب كل قائمه مطلوب مثلا 6 ملايين او 7 ملايين. هذا من يجي يسال اليوم محصول الطماطم وصل عندنا مثلا الصندوق الطماطم يعني بيش بقول لك يعني 2000 دينار 2000 دينار ما صار كيلو؟ لا الصندوق إيه كم كيلو تقريبا؟ يعني 30 كيلو من 25 ل 30 كيلو، معقوله هي توصل لهالدرجه هذه؟ فبالتالي انه اذا ابيع هذا المحصول مالتي يعني مسوق له هو خلينا نقول سياره كامله، السياره خلينا نقول مثلا 70 صندوق، 70 صندوق اذا تجي تضربها مثلا ب 2000 دينار 2000 دينار يعني شوف انت قد راح عندك النار. خساره. خساره. بالضبط. فبالتالي انه هذا الفلاح ما راح يقدر يسد المكتب الزراعي. زين هذه اذا احنا بس دايرين نشخص خلينا نقول هذه المبيدات والمنشطات، زين اذا تجي مثلا السماد، اذا تجي مثلا الحراثة تحضير الأرض تجهيزها الفلاح حتى يزرعها. نعم. الماء اللي راح يحصل بالإضافة إلى ذلك هسه احنا عندنا ولو ناخذ استاذ من وقتك هو لا بالعكس وقت كله لكم الله يرضى عليك. يعني هسه هاي المحروقات يعني هسه غاز ماكو بنزين ماكو يعني خصوصا عندنا محافظة صلاح الدين اليوم الفلاح وش يسوي بالغاز والبنزين؟ يعني غير يحطها المضخة مالته حتى يروي المزارع مالته المزروع مالته هاته بالمضخات بالمضخات يعني غالبا ماكو عندنا مياه سياحية المياه السياحيه مثلا هسه حتى عندنا القنوات حجموها ليش؟ حجموها لان كميه المياه اللي ضاخيها بنهر الاسحاقي ما تسد الحاجه يعني يوم تجي تاخذ من الاسحاقي؟ من الاسحاقي نهر الاسحاقي والاسحاقي ماخذ ياخذ من دجله، دجله من تنباع من الاراضي التركيه وبالتالي دا يوصل للمواطن كميات ضعيفه وقليله. نعم. شيخ كاظم نعم تحس احنا بما يعني تقريبا مرت تقريبا بنهايه الشهر السادس هي ذكرى الجريمه جريمه العار انا اسميها اليوم على نظام البعث الصدامي موضوع تجريف بساتين الدجيل بعد محاوله الاغتيال اللي فشلت اللي فشلت تعرض ولكن عليها. هددت راس النظام تحسون هالايام قاعد تنعاد
يعني نفس المعاناة بالحقيقة بصير. يعني حكي لك اياها حقيقة، انه احنا بزمن نظام صدام حسين دجية المظلومة، وبالحكومات السابقة والحالية دجية المظلومة لعدة اسباب، منها مثلا انه بذاك الزمن المقبور على اعتبار انه جماعة من ابناء الدجية تعرضوا الى شخصية صدام حسين وكانت المحاولة فاشلة. فمن تحاكي يقول لك انت خميني حزب الدعوه، يقول لك هيجي اي لا تعيينات لا درجات لا تخصيصات وظيفيه، يقول لك انت خميني حزب الدعوه. نعم. اما حاليا بظل هذه الحكومه فما حصلنا ايضا كل شيء، على اعتبار انه احنا تابعين محافظه صلاح الدين، وصلاح الدين جزء من عمليه سبايكار، راحوا الشهداء وراحوا يا بعمني ترى احنا الناس احنا مجاهدين، احنا وقفنا على السواتر، احنا اللي الخط الصد الله يرضى عليك، احنا الصد الخط الاول الداعش، لولا تضحيات الديجيل وصمود ابناء الديجيل، مو بس الديجيل وبلد وامرلي وضلوعيه، ضلوعيه ايضا كان لهم موقف مشرف. صحيح صحيح. فاحنا ما شيء هذا ما ينكر، فلذلك احنا الخط الاول الصد الداعش. يعني بين قوسين محافظه صلاح الدين الديجيل دائما مضحي. الف رحمه على والديك، صلاح الدين يقول لك يابا انتم يعني انتم من ذلك الجماعه. صح، احنا نعيش الان اسوء السنوات الزراعيه. نعم. بالدجيل وباقي المحافظات العراقية بالثمانينات لما صارت محاولة الاغتيال، ولو أنا ما بحب أطلع من الموضوع لكن هذا موضوع راح يرتبط بالزراعة. لا سادي حقيقة هذه صار بالبساتين، يعني صح أنه نسمع أنه فد أرقام كبيرة تجري في البساتين، يعني استاد آلاف الدوانم أنه زمن صدام حسين أنا كنت يعني صح شفت آلاف دوانم يمكن صف أول متوسط كذا صار، فكنت ألاحظ أنه الطيارات الهليكوبتر والطيارات السمتية ترمي داخل بساتين الدجيل. بعدين الحرس الجمهوري بذاك الوقت طوق كل بساتين الدجيل، جابوا الجرارات العملاقة الجرافات العملاقة كانت تجرب بساتين الدجيل. فآلاف الدوانم تريد حمضيات تريد عنب تريد نخيل، يعني الدجيل كانت مصدر رئيسي أو سلة العراق الأولى خصوصا يعني بالبساتين اللي كانت موجودة عندها، أشكال أنواع العنب كمالي حلواني فرنسي ديس عنز شدب وهرزي، آلاف الدوانب كلها راحت. فقلت لك بذاك النظام يعني أذانة أثر عليها تأثير مباشر على حياة الفلاح العراقي، بالإضافة إلى أراضي كبيرة قطع أراضي جرفها بهاي الجرافات العملاقة جابها. يعني أتذكر أنه النخيل الدجيل كانت تنقل على ناقلات من هاي الكبيرة، مثلا تنقل عربات كبيرة جدا يحطون عليها النخيل ويأخذوه بغير مكان يقلعوه وكلها جرفة وراح تنتهي سواها انه ارض مستوية. ارض مستوية. نعم. بعد 2003 تفائلتوا، تفائلنا بالخير وقلنا الحكومة راح تنصفنا احنا مضحين. نعم. والصدفة اللي أنا أعتبرها جميلة أنه أول قضية حكم عليها النظام السابق هي قضية الدجيل والأمور اللي صارت فيها. والله أستاذ خلينا نكون واقعيين، هي جرائم صدام حسين لا تعد ولا تحصى. بس هي بدوا بالدجيل. بدوا بالدجيل وأخذ الإعدام من موضوع الدجيل. نعم أخذ الإعدام، بس هو عنده جرائم كثيرة لو ترجع للتاريخ تاريخ صدام حسين هو كل جرائم في جرائم في جرائم. يعني حلبشة ممكن أكثر قسوة، المقابر الجماعية أكثر قسوة، كلها موجودة. يعني هي كلها حقيقة تمثل الوجه المشوه والقبيح. الحد الآن لو تجي تسوي مقابر جماعية، الحد الآن لو تكتشف أكو مقابر جماعية جديدة يعني بالنجف بالديوانية بالصحراء، الحد الآن أكو مقابر جماعية، فمع الأسف راحت بها الشيوخ والأطفال. شيخ كاظم، يعني بالثمانينات تقريبا انتهت موضوع البستنة بالديجيل تقريبا، يعني بقى انتهت موضوع البستنة. نعم. بس احنا نقول يعني سام مثلا الدجيل راح اكثر من 400 شخص بديش الفتره. نعم. بديش الفتره اكثر من 400 شخص النظام البعثي المقبور اخذهم للدجيل وراحوا، ما نعرف مصيرهم وين لحد الحد الان. الحد الان. حتى قبور ما تندلهم. حتى القبور ما تندلهم، يعني على الاقل قالوا لنا يابا ترى راحوا معه بالتزاب وراحوا، شفتهم بعدين انت من عنده. ما عرفتهم يعني. اللي قسم طلعوا من السجناء السياسيين قالوا لنا يابا فلان اخذوه وبعد ما ندري بي وين راح. فمن اخذوه بعد وين راح؟ يعني ذبوا كده بالتيزاب لو مقابر جماعية وانتهى الموضوع هذا. نعم. شيخ كاظم، اليوم احنا مثل ما نعرف الدجيل وبلد هذه المناطق المعروفة بالعنب، نذكر. نعم. الدجيل نذكر التضحيات، نذكر اليوم مقاومة بارك الله إرهاب داعش اللي حقيقة استماتيته على يعني والله استاذ هو هذا اول خط صد الداعش، يعني بس بيوتنا وقدامها النهر البزل هذا المالح وال 17 بزنه اول ما جده ودخلوا عليها الارهاب قالهم يا انت لو ويانا لو علينا، فعرفوا اكثرهم خطيئه ضعفاء بسيطين فلح
فاتجهوا باتجاه الدجيل وبهم لا نزموا خارج راحوا للجزيرة. فسقطت مقاطعة 17 بقت بس 16 حليس. 16 نعم. حليس اللي هي ثبت بها صارت خط صد الداعش وبنينا ساتر تقريبا طول 12 كيلومتر ورابطنا على السواتر، خضنا عدة معارك وياهم يعني حتى بس استاد للتاريخ يعني أكيد أكيد. ألف رحم على والديك، تحررت يثرب، المزاريع، الأحباب، تل الذهب، تحررت الجلام، تحررت سامرة، الأجزاء الخارج سامرة الجلام، تحررت تكري، تحررت العلم والدور والدجيل، بقينا على السواتر. أها. يعني مع العلم أنه الدجيل خاصرة بغداد، خاصرة هي. بغداد. فبعد تحرير ذيك المناطق احنا اكثر من سنتين وشويه تقريبا انه باقين وصامدين على السواتر، قدمنا شهداء، قدمنا جرحى، بس ساترنا بقى الى انتهت عمليات التحرير. تعرف انت ليش اخر منطقه الدجيل ممكن وصلها دعم عسكري؟ يعني باعتقادي انه هي صخره الاولى اللي كانت ضد داعش. الناس جو الحشود جزاهم الله الف خير، جاء دعم لوجستي بالخطه. طبعا هاي خطه تخيليه، فبيقولون عم الدجيل هل دا يحموها؟ الحمد لله ما شاء الله، يعني لكم هذا الفخر. الله يسلمك. واحنا لا ننسى انه فتوه السيد السيستاني والمراجع الدين جزاهم الله الف خير، لولا فتوه السيد السيستاني الله يحفظه والمراجع العظام لا كان الدجيل قاتل اسبوع اسبوعين شهر ينتهي. ربي يحفظك شيخ كامل. الله يسلمك الخزرجي على كل هذه المعلومات، ربي يخليك. الله يرضى عليك. طبعا احبت المشاهدين ممكن تستغربون انه تقولون هو برنامج ممكن يهتم بالزراعه، دعم المنتج المحلي، وبدينا بهذه البدايه ودخلنا على مواضيع ممكن قبل 30 سنه و35 سنه، وايضا تكلمنا على مواضيع قبل يعني بدايه 2014 الى 18. اليوم لولا جهود الابطال والمقاتلين من الحشد الشعبي من أهالي المناطق من القوات الأمنية المختلفة لما قدر اليوم برنامج أرض السواد يصور البساتين، ولا قدر يصور اليوم معاناة الفلاح، ولا قدر اليوم يصور احتياجات الفلاح العراقي، لأن هذه المناطق لولا تلك القامات الكبيرة بالمقاومة لسقطت الديجيل وسقطت كل المحافظات جزء إلى الآن. فبدايتنا نشكر أبطال الحشد الشعبي أكيد، ونشكر قوات الأمنية، لا ننسى انه ابناء الدجيل، تضحيات الدجيل، شيوخ الدجيل، عشائر الدجيل، وبالذات القوات الامنيه من الحشد الشعبي، وكل من ساعد وساند وساهم والوقوف ويانا على الساتر، وكان دور المرجعيه الدور المميز في صمود وتحدي وكسر هيبه داعش، والحمد لله اشكر تحرر ارض العراق بفضل هاي الجهود الخير المباركه. ربي يخليك. الله يسلمك. احبه المشاهدين، عرفنا بدايات الدجيل، وعرفنا الخطر اللي كان صار بيها، الخطر بالثمانينات بتجريف وخطر داعش، والحمد لله تجاوزوها ومستمرين بالزراعة رغم كل الظروف. ابقوا ويانا وان شاء الله حلقة ممتعة. أحبة المشاهدين، بلقائنا الأول عرفنا أهم حدثين مرت على الدجيل، قلنا بالثمانينات وقلنا عام 2014 والأمور اللي صارت، والأغلب اليوم العراقيين يعرفوها. الآن ندخل بصلب برنامجنا، بمحاور برنامجنا. أستاذ علي حمزة الخزرجي، طبعا تدريسي وأيضا مهتم وايضا يزرع، نرحب بك للمره الثانيه بعد سنتين في برنامج ارض السواد. اهلا وسهلا بكم وبقناتكم الكريمه. ربي يخليك. كل الهلا، اهلا وسهلا بكم يا هلا مرحبا. الله يحفظك. الله يسلمك. استاذ علي، هذا العنب ممكن نشوفه بسيط وطبيعي، يمكن يوصل لنا احنا لبغداد ببيوتنا وناكله بشيء طبيعي ونشتريه بالكيلوات. الفلاح ايش قد يتعب يلا يوصل لهذه المرحله؟ والله الفلاح يعني تعب مو طبيعي، يتعب على هذه الثمرة كي تصلكم إلى هذه ما تصل عليه، لأنه بعد ما ينتهي الموسم
يبدا الفلاح ايضا يبدا يظل يستمر بتسميد بدامة البستان وصيانته ويقوم بعمل السقي ويستمر بالعمل، بعد ذلك يقوم اثناء فتره الشتاء يبدا بتقليمها هذه الاشجار ويسمد البستان ويكسرها ويقصها ويرتبها، وبعد ذلك بدات المعاناه تبدا من عندما تبدا الاشجار بالنمو من جديد. نعم. بموسم الربيع تبدا هنا تكثر عندنا الامراض، يعني من بدايتها ما تزهر والى ان تثمر والى ان تصلك الى هذه المرحله تبدا مراحل عده. هذا من هاي المراحل انه النباتات في هذه في خاصه في هذه الفترات الاخيره يعني بدات تظهر عندنا امراض كثيره لهذه النباتات، وخاصة محصول العنب، يعني جتنا أمراض ما كانت موجودة سابقا، الأسباب مجهولة ما معلومة، يعني مثل هاي الأمراض الدوباس والمن القطني والتقزم وحتى التيبس بثمرة عنقود العنب، يعني كلها بدت أمراض ما كانت موجودة سابقا، هذا يؤثر أيضا على الإنتاجية، الإنتاجية العنب قلت، بالإضافة إلى أنه هنالك أمراض أخرى داخل التربة نفسها، التعفن بالجذور. نعم. ما يضطر الفلاحين يعني مع الأسف وزارة الزراعة ما كان لها دور في هذا المجال وفي معالجة هذه الأمور وهذه الأمراض اللي تصيب هذه المحاصيل واللي تعتبر هذه المناطق اللي هي تمول العراق أو سلة الغذاء أو سلة العراق من هذه المحاصيل. نعم أستاذ علي. نعم. خلي اليوم أخلي المشاهد أيضا بكواليس برنامج أرض السواد. طبعا أنا الخلان اليوم أجل الدجيل الحقيقة سببين، السبب الأول اللي أقدر أقول عليه أنه مو الرئيسي 100%، أنا قبل تقريبا 4 أيام الـ AYM التابع لقناة الأيام الفضائية عالم الشباب نشر منشور كانت هي الذكرى السنوية لموضوع تجريف البساتين تقريبا قبل 4 أيام 5، نعم 3 أيام أو 4 أيام من اليوم، احنا في شهر السابع بنهايات السادس. والسبب الثاني والرئيس اللي اقدر اقول عليه 90% وصولنا لهنا حقيقة احد اصدقائي بالفيسبوك. نعم. وانا اتشرف بهذه الصداقة حقيقة، واتشرف ايضا بصداقة كل الاخوة اللي موجودين بالنجيل. الله يسلمك، انت الشرف. منشوراتك بيها مناشدات كثيرة، دحس بيها حقيقة انه موضوع تعانون معاناة كبيرة، موضوع الجفاف، موضوع توفير الوقود، الموضوع المياه، مواضيع كثيرة وكثيرة، تقدر تلخص لياه نبديها من أهم مشكلة لأصغر مشكلة؟ والله في الحقيقة أول مشكلة لا نعاني منها هي مسألة المياه، قلة المياه وخاصة في هذه السنة يعني بالذات أصبحت المياه شحيحة وأصبحوا أكثر الفلاحين يعانون معاناة شديدة، التجأوا إلى المياه الجوفية، والمياه الجوفية كما تعلمون هي مياه مالحة تأثر بشكل مباشر، يعني لها تأثير سلبي على خاصة على البساتين العنب بالذات، وأما بالنسبة للمحاصيل الخضرة يكون تأثيرها أقل، ولكن بساتين العنب لها تأثير كبير لأن هذه البساتين تبدأ الأملاح تأثر عليها لأن هاي مياه جوفية. بس احنا الموجودين عليها بير. هذا بير، نعم. والبير ايش يحتاج له ومواضيعه؟ البير احنا حاليا احنا حفرنا آبار وحطينا مطارات على هذه الآبار، ولكن فوجئنا بقرار وزارة النفط. 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 النفط، وزارة النفط صدرت قرارات انه تقنين البنزين والغاز واقتصار توزيعها على السيارات الحمل فقط، اما بالنسبة للمضخات الزراعية ما بدوا يجهزونه ولا ينطونا اي حصة. يعني أنا بيش أشغل هذا الموتور؟ أحتاج إلى مادة الغاز أو أحتاج إلى بنزين مضخة على البنزين؟ من تروح للمحطة يقول لك أنا علي كاميرات وإلا حاسبة وإلا ما أقدر أنطيك وما أقدر أجهزك، زين أنا شلون يعني المشكلة شلون أحلها؟
هاي بس صلاح الدين لو كل المحافظات. والله احنا هسه بصلاح الدين نعاني من هذه المشكله، ما ادري باقي المحافظات اعتيادي نفس المشكله يعني يعانون منها. يعني لكل مواطن يدخل الى البنزينخانه الى 40 لتر باليوم. اي للسياره اللي عنده سياره كية، اما اللي ما عنده سياره كية تشتغل على الغاز او على الغاز ما ينطو. سابقا يعني كان ما معمول به انه عندك موتور والموتور باجازه مضخه زراعيه بها اجازه تستلم حصتك من الغاز وماكو مشكله. حاليا ما موجود هذا الشيء، يعني بس عنا عتبنا على وزاره الزراعه. انت يعني ما تقدر تخاطبين وزاره النفط كجهه انت من هذا الى علاقه يعني مباشره بصلب عملكم، يعني ما تقدر تخاطبون وزاره النفط تقول لهم عندنا مضخات زراعيه. ليش يخاطبوها اذا هم دائما عندهم اجتماعات مجلس الوزراء وزير النفط يقعد قبال وزير ما ادري، يعني كل واحد من حزبه ما يقدرون بياناتهم يصفون الامور، او هذا يريد ما يشتغل عكس هذا. والله ما ندري يعني شلون يمشون سياسه كسياسه دوله وقرارات حكوميه بدون ما تكون هنالك علاقه بياناتهم وتفاتحون يتناقشون مثل هكذا قرارات. نعم. هذه قرارات يجب ان تكون مدروسه، هي مو اجتهادات اجي اجتهد واصدر قرار واني بآثار سلبية، يعني المفروض منافعة اكثر من مساوئة. فاحنا هذا القرارات مجحفة بحق الفلاحين، يعني عندما محطات يعني الوقود تمتنع عن تجهيزك بمادة الغاز او البنزين فهذا اجحاف بحق هذا، وبعدين هذا له آثار سلبية. يعني ما والله يعني انا اذا مزارع وعندي بير ومن النهر دا اخذه من المشروع عندي هذه المضخة تحتاج غاز وما عندي سيارة حمل، عندي سيارة صغيرة، زين شو اسوي؟ مين اجيب غاز؟ هذا هو ظل هذا حالك تروح تشتري من السوق السوداء او انه انت هذا تعود تترك المزرعه، يعني شو تسوي؟ ماكو حل ثاني لك. زين وين دور الشعب الزراعي؟ ما هذا اللي نستغرب منه. اكو غيركو؟ اي المفروض اي موجوده، طبعا موجوده نقابات وجمعيات، ولكن ما لا نسمع عن اي دور لها في هذا المجال. زين مع الاسف يعني ما ندري انه شنو هو السبب. والمشكلة الأخرى أيضاً اللي نعاني منها هي مشكلة المبيدات الزراعية واللي تصيب الأمراض الزراعية، الأمراض اللي تصيب النباتات والعلاجات لهذه الأمراض. يعني هاي مشكلة وهذه طامة كبرى، إنه أنت من تجي تروح يصيب الشجرة مالتك مرض معين وتروح تراجع مكتب زراعي. المكاتب الزراعية كلها مو اختصاص، أكثرها الغالبية 90% مو اختصاصات، ولأنه المفروض هذه المكاتب الزراعية يتولوا إدارتها من ذوي الاختصاص اللي اختصاصها مهندسين زراعيين وقاية مزروعات حصراً. وقاية المزروعات حصراً هذا تقدر أنه عنده معلومات ويجهزك بالعلاجات الصحيحة اللي تعالج لنا هاي النباتات. ولكن المشكلة وين؟ المشكلة تروح عليها يقول لك أني بالنسبة لي أخذ هذا العلاج وجربه، فإذا نجح تعال قل لي. يعني أصحاب هذه المكاتب يعني بالتجربة بالتجربة لو تنجح لو تنجح إيه بالعمل بالتجربة، والكثير الكثير منهم وتقدر تروح تطلع عليها ما كل المكاتب يقول لك أخذ وجرب وشوف. ومع الأسف يعني وهذه وهي هذه العلاجات يعني والمبيدات اللي جاي بيها غالية كلش بأسعار كلش عالية. زين هذول عندهم رخصة؟ لا ما مجازات، ياخذون اجازه من شخص مهندس زراعي مو من المنطقه ويفتح هي قانونيا شلون الصيدله لازم اللي عنده شهاده يلا يفتح. نعم بالضبط. وكم من عندهم؟ لا ما عندهم، هم اعتبرها دكان ويتاجر بهذه المواد الزراعيه. حتى تاثر اليوم على صحه المواطن مباشره؟ طبعا تاثر، ومن هذه المبيدات ما هو سام حشري وفطري ولو اثار جانبيه على صحه النبات وعلى النبات والحيوان والانسان، كل البيئه تتاثر بها. وناشدنا وزاره الصحه وناشدنا وزاره الزراعه بغلق هيك مكاتب وانه يجب ان يكون هنالك مختصاص، ولكن المن تحكي ويا من تقول ولا حد يصنت ولا حد يقول. وهذه زين حتى والله حتى ناشدت المرجعيات قلت لهم هاي بها اثار سلبيه على صحه المواطن، يعني كل اغلب الامراض اللي تصيب مجتمعنا هي من هذه المواد، مواد مسرطنه. يعني تجي تقرا يقول لك هذا المبيد ترشه لازم مر اسبوعين يلا تجمع الثمر، تجني ثمره، هو يوم يرشه وثاني يوم يجي يا يحوشه ويودي سوقه للاسواق وتدري الناس تاكله. اي والله اثارها سلبيه جدا. سؤالنا الاخير اليوم، الدجيل غير العنب شنو ايضا عندها شيء مميز به؟ لان احنا ما شاء الله ندري
الدجيل هذا اللوجو مالتها، شعارها العنب. نعم. غير شيء. الدجيل ايضا تشتهر بزراعه الطماطه والخيار والبطيخ، واللي حاليا اصبح يعني انتاجها كلش وفير بهذه الزراعه يعني. وكذلك بالنسبه للتمور والنخيل وما تنتج من تمور بكافه اصنافها. اكو يعني تمور. لا نعم موجود، بس اللي اكثر شيء واللي طاغيه عليها انه هي اكثرها هي العنب. خلي اليوم مشاهدين اخلي اسوي شويه يعني منافسه شويه، خلي علقها. احنا يقول لك يم شلون يم غرب خرب، احنا راح نرجع لبغداد خلينا نعلقها نسوي طائفيه، بس طائفيه ايجابيه على المنتجات. يا ولا احسن انا بدي جلو بلد. حلو والله في الحقيقه. يعني احنا المنافسه بالدجيل اكثر انتاج بالعنب من بلد عندهم مميزين بالانتاج العنب العراقي الاسود العراقي. احنا سؤالي واضح. ايه من الاحسن او في الكميات؟ في الحقيقه يعني كوجهه نظر لا، الدجيل افضل زراعتها بالعنب. يعني من الدجيل يقول من الدجيل. إيه؟ لا افضل. يعني اهل بلد نجيكم في يوم اسبوع من الاسبوع نشوف العنب مالتكم ونشوف نقيم. وانتوا قارنوا وشوفوا الاصناف اللي موجوده بالدجيل والاصناف اللي موجوده ببلد. اهل بلد هنا لحد الان زين. سوي لكم حلقه ونشوف. استاذ علي يقول الدجيل احسن، احنا بعد ما ندري. عمي يا ريت الطائفي يظل على عنب منه احسن وتمر منه احسن وزرع منه احسن. حلوه المنافسه هي. اي لا حلوه كلش حلوه. ربي يحفظكم. الله يعزك. وشكرا لك. الله يسلمك استاذ. رسالتي الى اهالي الدجيل. الحمد لله استاذ علي لا مرشح انتخابات ولا سياسي ولا هاي الامور. بس الرجال ناذر نفسه وناذر حسابه بالفيسبوك على معاناه ومناشدات اهالي الدجيل. مو فقط بالزراعة، مستشفيات، موضوع مدارس، موضوع توفير خدمات كهرباء وغيرها من هذه الأمور. أنا متابع والله منشوراته خلتني أجي للدجيل وأرجع مرة ثانية على مود أعرف شنو معاناته هن بالدجيل. وعتبنا كبير على الشعب الزراعية وعلى الجمعيات الفلاحية اللي تربطنا بهم علاقة جيدة، وعتبي أيضا على الوزارات الأخرى المختصة بموضوع الزراعة. كل الشكر لك استاذ علي. اهلا وسهلا. ممنون منكم من قناتكم الكريمه اللي دائما تنقل معاناه المواطنين والفلاحين بالذات، وهذا فتشي يعني نعتز به. والله نعتز بقناتكم الكريمه. ربي يخليك. شكرا جزيلا. الله يسلمك. اهلا وسهلا. يا اهلا مرحبا بكم. اهلا وسهلا. ارحب بك محمود الخزردي. شلونك محمود؟ على عيني. اخبارك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. خير. الله يحفظك. الله يسلمك. محمود عندي معلومه عليك. احكيها؟ ليش تضحك؟ محمود انت مواليد 2000. صحيح من جت اصابات داعش انا سمعت معلومه انت الوحيد ما قاتلك كنت بالبيت. لو هذا اذا كذب كيف؟ اذا كذب؟ يا عمي. كان قد عمرك؟ عمر 14 سنة. بس الدعم اللوجستي العمامك والوالدك والأهلك. الله يحفظك محمود. الله يسلمك. محمود يعني أنت وصغير تشتغل بموضوع العنب؟ إيه. يعني أنت خبر يعني من أنت وصغير ويا والدك ويا أهلك. أكيد. أنت لو مرتبط أحسن بخبرتكم بالعنب. أكيد أنا مرتبط دوام ما يلتزم. يعني أنت مركز بهالموضوع. بالضبط. اليوم محمود حتى احنا نعرف، انا هم ما عندي معلومات هواي كبيره. انا مثلا هسه عندي قاع اريد ازرعها عنب، شو اسوي؟ شو اجيب؟ بهذا الشهر ابدي شلون؟ تبدا هي المواسم الزراعه تبدي موسم شهر الواحد. واحد وثاني يمكن؟ الواحد والثاني. نعم. عندك موسم تشق القاع. ايه.
تحط المرز مالتك عاد وراها تشتري لو شتلات إيه؟ تشتري موسمية كشتل تشتري أو لو تزرع قلم يطق القلم يبدي كموسم يصعد عندك العنب راح يطق بالثالث يبدي موسم شلون كخضار الزراعة محمود يعني الأحسن لي أجيب شتلة لو قلم أسرع لي هي الأسرع شتلة ها قلم انتظر لازم أكثر. قلم تنتظر لما يطوق لما موسم يصعدك بس الشتلة أكو شتلات تنباع مثل نقول إيها العلو تصعد عندك مسافات يعني زين بيش الشتلة تنباع تقريبا تقريب السعر كألف يعني أكو حسب نوعية العنب نعم. هي تحدد سعرها حسب ممتاز. الدفع اللي داخل هاي بشهر الواحد هاي بشهر الثالث الزراعة ها ازرعها اي شهر الواحد حضر قاعك الشوق تحفر قابات تزرع عنب اي اي وراها عاد يبدا عندك الموسم الثالث هو الربيع والرابع يقوم يصعد عاد الصعد العريشة وراها عاد ورا سنة ايه؟ عندك العريشة تصعد عاد وراها ترفع شبكة تحضر الشبكة مالتك اي الشبكة هي هاي السلة يسموها نعم وراها عاد صعد المحصول على السلة ويصعد العنب ثلاث سنين ينتج عاد الثمره مالته هذه سله هاي السله احنا نسوي لك شبكه العريشه عندك هذه نقول هاي يعني اي هاي عريشه هاي السله هاي السله هاي لازم موجوده هاي لازم موجوده فهمتك اي يعني اكو صعوبه لازم مداراه خاصه مداراه خاصه واذا تاخر كذلك بالمي هماتين تموت فلازم مياه هالموسم شلون زراعه العنب مو حسب الموسم يعني كل موسم هالموسم انت شلون تقيم مثل العام احسن لو هسه العام احسن وولت العام يعني احسن تقريبا فارق بي هسه يعني بس هالسنه لا اكو يعني مثل هواي نزول بالمحصول الزراعي زين هسه مثلا انا هذا يعني هذا ليش يجيلون هذا شنو نوعيته هذا رأسي الشتوي هذا يعتبر مستوي له بعد له هسه هذا بعد بعد قد يعني هو بيه شويه حموضه يعني اقل الشهر يكمل بس طيب اي وعندك الصيفي الدرجه الاولى قبل الشتوي هذا شنو هسه هذا عندك شتوي راس الشتوي مستوي بس بعد ما كامل الصيفي لا كامل راح ينتهي موسمه تقريبا هسه وما يحب تاخر بالاحرى لا لا هسه هذا ما مستوي الشتوي اي الصيفي مستوي مستوي عند اذوق انا كامل هسه هذا جاهز بس ايش حباي تقليل لو انا اختياري غلط حسب الاختيارات اكو مكانات ماكو ضعف عندك بالعريش جعفر انت تبيعني انت مختار الصغيره والله العظيم هذا شنو هذا شتوي ولا صيفي؟ واجد يسوي ايه ولو باع باع الخبره باع شنو باع هاي جعفر جعفر يجيب لي هذا ابو البستان يجيب لي هذا ما خلعنا بواعي زرقة ما كلها احنا بالازرق نطعن ياكل شو جعفر شنو الموضوع يعني والله ما ادري خلنا نشوف هذا شنو هذا؟ هذا رئاسي شتوي المستوي حبايته تصير اثخن اي المستوي الصيفي بس هم طيب اي زين مدة قليلة يكمل يستوي هذا اما عديم الخبرة جعفر المصور النطانة هذا نجيب لنا هاي الزرقة حامض يمكن ما راح اكمل الحلقه هاي سويت جعفر هاك هاك بس هذا الي هذا مو تاخذه هاك اليوم حتى نعيش اليوم المشاهد نعيش بكواليس ايش ده يصير يعني المشكله واحد ياخذ وياه كادر بس ما عنده خبره بالزراعه عمي تصير ويانا نتصور نطلع محافظات وهاي والله العظيم انت ويانا ناخذك بالكادر عمود شويه خبرتك الزراعية يعني محمود انت زرعتك اليوم هنا فقط عنب لو تزرع لو عندك خبرة بغير مواضيع حسب اللي اكو هسه زراعة مثل هسه تزرع بكل مكان اكو عالم ناس تزرع عنب ناس تزرع طماطم ناس خيار انا عادي يعني كل المحاصيل الزراعية ازرع زين ايش عجب ما مستثمرين هاي القاع الجو يعني لو هاي ما يصير تنزرع هاي ما تنزرع على مود غذاء لل هاي تبقى السله من تصعد هيك يبقى مكان لك من الطب تحوش صناديق تودي للسياره يعني احنا سامعين كانوا الخضار يزرعوها جوا الحمضيات لا ما تنتج غلط لو جوا النخل هم مره يصير يموت الحمضيات اذا تزرعها جوا النخل يموت ها حلو ما
يعني هاي معلومه غلط عندي، او ممكن يسويها بس هي ما تصير. ما تصير لا. هاي حلوه. يعني انت متى من الزراعه؟ طبعا يعني من قبل. حلو ما شاء الله ما شاء الله. لا عمي انت احسن من مرتضى. مرتضى صديقنا العزيز. اريد اعرف الانواع اللي تنزرع بالدجيل. الانواع اللي تزرع بالدجيل عندك كبدايه اول موسم الاسود. هذا الاسود اللي بعد ما صاير؟ لا صاير. وينه؟ موجود جوه قدام. اوكي الاسود هذا يسموه اسود بلد او اسود عراقي. هذا اول موسم ينزل واغلى. اسمه اسمه اسود. اسود شنو؟ لا اسود بلد. ليش ما سموه اسود الدجيل؟ حلو هالسؤال. ها هم يشتهرون بزراعته اكثر من. لا شلون تقولون عنبنا يا باطيه من بلد؟ هي بلد سوين اتجاهها. هي من هنا بالشمال. ايه على الشمال اتجاه. ها بس ليش ما سموه اسود؟ يلا كمل كمل يلا. ايه اسود بلد. وبعد اسود بلد عندك. ايه؟ وعندك رئاسي. ايه الدرجه الثانيه. وعندك ديس عنز. ايه وعندك الشده. وعندك البهرزي. البهرزي يعني راجع على بهرز بدياله؟ لا لا يختلف حسب النوعيات. هي الاسامي بعد. ها اسامي وتنتشر. ايه تنتشر. عندك البهرزي وقلنا الديس عنز. نعم. والشده والكمالي. كمالي. وعندك الرئاسي الصيفي والرئاسي الشتوي. وعندك الحلواني اخر منتوج. ليش يصحوا له رئاسي؟ رئاسي مترأس يعني بعد الحلواني. فهمتك. أي. هذا الموضوع بالموسم يعني بالسعر الاغلى. اغلاهن شنو؟ اغلاهن الحلواني. هذا شو وقت يبدي ينضج 100%؟ يبدي من الشهر السادس لحد الشهر التاسع. من السادس التاسع المنتوج مال نهاية موسم كل العنب لحد ال 11. لحد ما شاء الله زين. اي يعني تقريبا نقدر نقول نهاية السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر يعني 6 شهور. 6 شهور. حلو ممتاز. وين تسوقون المنتج مالتكم او المنتوج او المحصول؟ العلوة المركزية مال دجيل. ما يعني يباع وبعدها اكو مثل محافظات يجي بالكنتر ياخذ محصول العنب يودي لغير محافظات. شلون اسعار هالموسم؟ هالموسم اسعار يعني كلش متضايقه الفلاح. مو زينه. مو زينه للفلاح نهائيا. للفلاح لان اكو ناس قاعد تستفاد. ناس تستفاد بس الفلاح ما مستفاد. التاجر البقال يستفاد. يستفاد طبعا. اي هي وقعه براس اثنين الفلاح والمواطن. طبعا. يعني المصدر وبالنهاية. عندك مناشدة تريد اليوم تريدون انت شي فلاحين خاصة انت يعني اصحاب بساتين العنب ما عدا موضوع الزواج اللي قلت لي اياه بالكواليس. تريدون شي؟ لا بس الكيمياوي. الكيمياوي يا ولا هم الكيمياوي ولا الزواج؟ اختار. قم قم عود يا ولا هم الكيمياوي ولا الزواج بتاعك؟ اكيد الزواج. ها يعني ما تريد كيمياء تريد زواج. الا قل للشيخ كاظم. يعني انت اليوم كفلاح محتاجين كيمياء واسعار غاليه. اكيد اسعار غاليه كلش. يعني اذا استخدمتوا الكيمياء حتكون الكميه اكبر حجم العنب اكبر الجوده الدفع احسن والجوده حتكون احسن والدفع للمحصول احسن كلش بهواء. كل التحيه والشكر لك ووعد على راسي اذا ان شاء الله تخطب تتزوج كادر برنامج وهاي موجود جعفر واوسم يصوروا لك العرس وانا اجي وياهم على الراس. خلاص النعم منا. ها هي اخ عزيز وعد جاب للنوبه. احبة المشاهدين مكملين حلقتنا ابقوا ويانا. انا رحب بحج علي. حج علي الخزرجي. شلونك؟ الحمد لله ان شاء الله بخير. هلا بالسلامة. حجي يعني زاير لو حجي؟ لا حجي ان شاء الله رحت يعني بيت الله. رحت عمره لو حج؟
لها حج وما شاء الله سديتها علي اذا جت كورونا ورايا انت ختمتها ايه. ما شاء الله صراحه رجعوا الجماعه الحمد لله ربي يحفظهم ان شاء الله ويرجعون الجميع ان شاء الله يا رب ان شاء الجميع. الله حج علي من المزارعين والفلاحين المجتهدين في قضاء الدجيل الصراحه يعني الله يسلمك شخص يتعب وجاهد من اجل الزرع زارع كان زراعه استراتيجيه مهتم بالكثير من الموضوع يمكن شفتوه لما شاف يعني بعض التكتلات الاوساخ السد موضوع المياه بيده نزل بيده نظفها مو على موده لا لان يعني هذا المنطقه النار يجري على عده عوائل وعده اراضي نعم فحلو لما الفلاح اليوم ما يفكر بنفسه للاسف بعض المناطق خل احكيها بعد الصراحه يعني مثلا ابسط مثال شفنا محافظ بابل يعني اوعز قائمين على المياه هناك انه بفتحها لمحافظه بابل 100% كمياه بس اكو محافظه اخرى راح تتضرر فهي حقيقه اكو مشكله انه ما يصير واحد يفكر بنفسه لان احنا كل ما من الشمال للجنوب كل ما وصلنا لجنوبا جنوبا دا تقل الحصص دا تقل جوده المياه يعني صلاح الدين ميها افضل من بغداد بغداد ميها افضل من بابل بابل افضل من واسط واسط الى البصره اللي تتعاني من موضوع اللسان الملحي وغيرها من حج علي شلونك؟ اهلا وسهلا اخبارك؟ حياك الله يخليك حج علي قبل ما ندخل موضوع الزراعه يعني نعم. تعرف انا يعني الكواليس عندي هوايه معلومات اكيد وخزرج كلهم صاروا اصدقائي مضبوط اتشرف بيهم على الراس الله يحفظك تشرف اكثر من مره تعرضت ممكن الا شويه تستشهد مفخخات وهاي اي نعم كم مره تقريبا؟ والله ذني اللي باعتبار اخطر شيء مرتين مره مفخخه بداخل الدجيل ومره بعساتر انطب نحرر وطقت عبوه واستشهدوا وياي اثنين اللي هو اخويا الله يرحمه اخويا احمد مازن واخويا حمود عجم الجنابي يعني صديقك اثنين جنابيين واحد اخويا هاي 2014 لا 15 بالتحرير يعني حج علي اليوم نقدر نعتبر انه كل بيت بالدجيل مقدم شهيد اكيد شهيد وشهيدين واكثر كبير نعم اكو صدفه صارت بس هي صدفه خير ما اعرف اللي قايل للجماعه يمكن ابو السواد وصلوا ما اعرف هذا صار قد المي ماكو والله هوايه ايه؟ من تقريبا بدايه الصيف ماكو مي حتى شرب ماكو السياره طبقت ايه مي يجي ايه سبحان الله هو ايه يعني شو قدامكم ولا انا البارحه جيت ادور مي ماكو بس هي هو مي ماكو هسه حاليا بس العالم شلون سد سقاطات المقدمه هسه بدا يوصل اي عشان سبيل على مود شرب ولا سقي ماكو هذا شرب اي يعني غسول ولا يعني المستعد ايه يعني هذا مو للسقي لا 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 مو سقي ماكو سقي بس غسول يعني باعتبار كان كيان يعني السؤال هسه مثلا هذا البستان العنب اللي خلفك مين يزقوه؟ هذا البستان ما يزقوه مي حلو هذا موطور حاطين عليه شوفه قدامه هذا موطور اي ابار ابار اي ولا هذا ابار اي ولا سقي ماكو سقي ماكو ماكو مي حلو يعني صار لانه احنا بالاخص نعاني هاي قناه 10 ل 16 حليس مي اساسا ماكو اساسا مو اليوم يعني قديمه وخاصة بأيام الصيف يعني يجينا بشتية مي زين أكو مي موجود بس أيام الصيف من يبدأ الصيف قريبا من الخامس ورا من الرابع ورا يقل حيل يقل أو ينتهي لا ما هذا المي من الإسحاقي هذا مي من الإسحاقي وحاليا إحنا سادين سقاطات الجدام قريبا مثل ما يقول يلا يصل هيك تجاوزات موجودة هواية عليها هاي القناة ومعاناة هواية حتى بالضبط. نفسي يتين هن السقاطات هن كلهن كسرات اي ده شاهد انا اي اي القديم الجدام هاي شو كنت مسوين تقريبا شنو هن هذا اللي يعتبرون نهر الصب قديم حيل كان قبل ما تجري الدنيا اي ما يعني ما افطن عليه اها ما افطن عليه يعني اليوم حج علي اكو معانات هوايه وبالاخص المي ما عندنا شحه حيل وانه بقلل او الحصه يعني احنا تدري صايرين 7 أيام بسبعة أيام دجيل وشيخ إبراهيم وش اسمه تاجي إيه زين حاجته إيش تزرع؟ أنا فلاح أزرع حنطة أزرع إيه. وبعد شعير خضر منظومات يعني بستان فلاح
كل شيء كل هنا إيه؟ سوقت حنطه هذه السنه؟ سوقنا حنطه السنه. كم طن تقريبا؟ والله ما يقارب قلت سنه سوقت تريلا. تريلا كم ايش قد يعني تقريبا؟ تطلع 45. بياخذوا ب 350؟ حاليا احنا بعدنا ما وصلنا سيره الاستلام بس لا لا انه اخذوا نطاكم الصكوك ب 250 لو بعد ما نطاكم لا لا بعد بعد بس سلمتوا اي بس التسويق شلونه؟ السنه التسويق احسن من العام اول عام بينما احنا العام ما لحقنا سيره غير قبل شهر يلا استلمنا مالات العام السنه حسب ما افتهمت يعني دا يسلمون يمشون يعني انا رحت افضل من العام التسويق ببغداد قالوا زين يعني هالسنه زين السنه زين بس نعاني كيمياوي يعني سوى سوينا 850 800 اذا الكيمياوي هو طن مليون ونص الداب الابيض تحتاجون اليوريا لو الداب لا الداب احنا اهم شيء عندنا الداب اليوريا يعني مو مهمه اليوريا مهم من يصير زرع من يصير زرع تقريبا ارتفاعه مثل ما يقول يعني الداب تحتاجه اي بس الداب بالتراب نذبه ويا الحنطه نعم اهم شيء الداب الداب اذا الطن ماله مليون ونص ومليونين يعني شيء الفلاح ولا سوى للحنطه خب لو مخليه على السعر القديم وكيمياوي متوفر على نفس السعر هم احسن لنا احسن لنا من هاي قبل ايش كان الكيمياوي سعر الطن؟ اللي احنا قبل ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات ايش قد كان؟ كان 400 350 هسه ايش قد؟ هسه من قاعه احنا ما استلمنا من الدوله بس بالسوق تجاري ايه مليون ونص مليون و200 ومليون هذا السعر اي هذا السعر اللي هسه ماشي وماكو ما موجود يعني مو كل مكاتب متوفر بيها شنو مناشدتك اليوم لوزاره الزراعه للشعب الزراعي؟ مناشدتي يوفرون لنا كيمياوي يوفرون لنا حصه مائيه بالنسبه للموارد المائيه يعني احنا مي ما عندنا الا لو حصه علينا يعني هسه اخر احنا سبعة ايام بالاسبوع يجينا اسبوع علينا اسبوع على بلد اخر يومين يسدون السقاط من الرئيسي من الاسحاقي يدفعون للطارمية والتاجي واحنا وهذا المي شوف المي مي ماكو ما موجود بدايتها اي اي هاي اليوم احنا قلت لك سادين الصدر سقاطات بسبيل وصلوا المي ولا شرب ابد ماكو غسول نهائيا ماكو كل تحيه لك حجي الله يسلمك إن شاء الله. الله يسلمك شكرا جزيلا على رأس. الله يسلمك الله طبعا حبيت المشاهدين الكبار السن بالدجيل هم الخير والبركه ابو عايد مواليد 1945 كان احد ابطال الدجيل بمقاومه داعش واحد الفلاحين المهمين في الدجيل شلونك ابو عايد الله يعافيك اخبارك الحمد لله وشكرا بس صح. مي ما عندنا مي ماكو اي مي ماكو التقديم بالدجيل إيه؟ مولود هنا إيه؟ اها إيه؟ قبل الدجيل كانت مي هواي اي والله كان هواي مي اي والله هواي كان مي هواي كان يجي بس السنه انقطع من عندنا ماكو مي هسه اي ماكو مي شنو السبب مش ما ادري شو السبب والله ما ادري اي السبب شنو السبب اليوم زين الدجيل ليش دائما تعاني دائما مظلومه من قبل وهسه شنو السبب هو شنو هو كل سنه شنو الرحم هالسعانة احنا كل سنه يصير شو اسمه تمطر الدنيا ايه. ويصير ربيع ومي كثير هالسعانة اليوم سنتين ما افتهمنا القيضه مشتية هذا الشط منين غير تجي شو اسمها غير تجي مطر ويهد عليه ويكثر مو صحيح يكثر زين هسه عين هو ما يهد عليك كل شيء شوكو غير هذه غير المي جت العين مغرب مو ايه وانت ولا اخر يصير غليل ماكو يعني يصير ماكو انتوا ما تزرعون هسه ها زارعين شيء ما زارعين ماكو ابصيره بساتين وين بس مسوي بستان عنب اذا هاي مالاتكم اذا نشم الشجره هاي مالاتكم إيه؟ خير من الله أيوة الحمد لله والشكر صحتك انت شلونك والله الحمد لله والشكر وضعيتك وضعي الحمد لله والشكر الله ما قصر ويانا اعطانا عمرنا اليوم 90 اللي سوي ايه اللي العمر 90 الله ما قصر ويانا ايه
لا بعدك بعدك مو 90 بعدك مو 90 بعد ما ادري القطنة بعد سنتين سنة واحدة ما ادري. لا الله يحفظك ان شاء الله ويطول بعمرك. تقريبا 80 ها الا 80 شوية اي فوق 80 ايه. شو يعني انت متزوج وحدة ها؟ اي اي اكو معلومات تتزوج الثاني صحيح؟ اي ثانية بلا لا لا ماكو. لا ليش ما تريد؟ ها ليش ما تريد الثاني؟ ما حد ينطيني؟ لا يا بجنة ما حد ما ينطيك لو الأولى ما تقبل. لا أنا ماري داخل ها. لا والله يا ربي يخليك ويحفظك أنت الله يسلمك. هذا أنا ما ظل عندي ولا سن ها وجيت ما ترى أحمد أنت تنشروني عادي أنا مراح انفضح. لا لا يلا يلا يا أخي احنا نفتخر بك ترى أبو عايد جبناه من دي يزرع ودي يشتغل وبالمي وجبناه. شكرا لك وربي يحفظك ويطول عمرك واحنا نفتخر بيك. اليوم ارض السواد يفتخر بهذا النموذج الحائي البطل اللي عمره 80 سنه تقريبا وبعده دا يزرع. الحمد لله. شكرا جزيلا والحمد لله. الله يخليك الله يحفظك. طبعا احبه المشاهدين يعني رغم الاجواء يعني احنا الان في عز الظهر ودرجات حراره عاليه بس والله العظيم يعني هاي المره الثانيه اجي بالصيف بعز الصيف بتموز الى الدجيل ما ألقى غير الأخلاق والطيبة والملقى الحسن والوجوه البشوشة رغم كل المعاناة. فذولا هن حقيقة نفتخر بيهم. عتبنا المستمر وعتبنا الدائم اللي للأسف يعني من بداية أرض السواد إلى الآن يعني دائما نحكي جهات المختصة وزارة الزراعة وزارة موارد مائية جهات أخرى مجلس وزراء مجلس نواب الشعب الزراعية الجمعيات الفلاحية المحافظة. الدجيل منطقة مظلومة. الدجيل عانت ما عانت آخر 35 سنة أبد ما ارتاحت الدجيل. إذا نبديها الثمانينات تعرفون الصار بالتسعينات حصار الاحتلال وراء الاحتلال العمليات الإرهابية بالدجيل بعدها موضوع عصابات داعش وبعدها موضوع المياه وقلة المياه وقلة الدعم. أبد أبد ما استقر موضوع الدجيل. فنتمنى اليوم مثل ما أكو مناطق محررة قاعد تأخذ حقوق وهذا حقهم بس أكو المناطق الصمدت حقيقة تستحق أن نعطيها إكراميات وكرم وزيادة بكل شيء لأنها صدمت لأن ما صارت يعني مع حبي واحترامي لكل المناطق المحررة اللي سقطت وتحررت لأن المناطق عانوا ما عانوا ونازحين وغيرها من هذه الأمور ولكن المناطق اللي صمدت ما صارت عبء ثقيل جدا اليوم على كاهل ميزانية الحكومة فتحتاج أنه ندعمها موضوع زراعة موضوع خدمات موضوع شوارع موضوع مستشفى قضاء كامل ولا ما رد ابتعد عن الزراعة قضاء كامل مستشفى صغير ما بيه بعز الحرب مع عصابات داعش الجريح يودوه لبغداد بالطريق يستشهد هذا التلكؤ وعتبنا الكبير على أي محافظ في صلاح الدين على مدار السنوات السابقة يعني اليوم تحياتنا لهم لعملهم يعني ما أريد اليوم أدخل بقصص قديمة النظرة اللي ماخذيها على قضاء الدجيل بغير أمور هاي تحسب عليكم اليوم النظام القبائد قبل 2003 أذى كل المحافظات يعني اليوم مثل ما يقولون مسقط رأس هرم النظام في صلاح الدين أذى صلاح الدين حتى من أبناء عموم تأذاهم وعدمهم وقتلهم فلا تأخذوهم بهذا النظر البعض من المسؤولين البعض مو الكل لا البعض من مسؤولين صلاح الدين ياخذون نظره ما نقول لكم يعني اليوم احنا نحتاج الى حديث يبتعد عن ذكر الماضي دائما ولكن خلينا نبدا هاي خلينا نبدا صفحات جديده اليوم اليوم بلدنا محتاج كل الخبرات الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد البرنامج الذي يتشرف بقضاء الدجيل اللي زاد عزة واللي زاد ابتهاج وفخر وكل الصفات الإيجابية اليوم أنا أفتخر موجود هنا
أرض الشهداء وأرض الصمود وأرض مقاومة الطغاة والأرهاب. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. شكرا للكادر قناة الأيام الفضائية جعفر أوس لورنس عبد المنعم لأقيل أبو ميادة. إلى اللقاء.